حاطط نظارات مش عم اشوف دموعك. نو ثانكس. مبروك. الله يبارك فيك. شيز بيوتيفول. شي از بيوتيفول. يس. غيتا قصدك؟ يس. اكيد. ما هلا انت لما اجيت لعندي اول مره كنت ناوي تتجوز ولا القرار اجى بعد اللقاء؟ كنت ناوي بس خبيت عليك. ليه؟ مو صحاب على اساس اخوان؟ مزاج. قرار كان عفوي لحظي مخطط له قديم جديد؟ لا مخطط له كايند اوف. وحبيت افاجئ غيتا في يوم عيد ميلادها. حلو. ما عندها خبر؟ تقريبا. ف مش ما عندها خبر، لكن فكرت وخططت لهذاك اليوم 20 سبتمبر انه جيبها مع يوم العرس. حلو. ف شي واز فيري هابي. حب قديم ولا سنين؟ سنين. يس. سنين سنين سنين. حب وتقدير احترام. باللقاء اللي طلعت معي فيه، هل كنت الصفات عم تحكيهم هن صفات غيتا؟ طبعا طبعا طبعا. انا صحفي، لو صديقي سعد ما لها علاقه، يعني انا عندي شغلي مهم. بحبك بس شغلي بس بحب شغلي بحب شغلي اكثر منك. انه انا قلت له خلينا ناخذ فيديو من غيتا، قال لي لا. طب نحكي انت وياها، قال لي لا. ليه؟ اول شيء مش انا اللي قلت لا لوحدي. غيتا ما بتحب تكون في الاضواء، وهذا احترم رايها وبس. يعني بس انتوا طلعتوا شويه اضواء. لي يعني تو شير ويذ ماي فانز، لانه حابب يعني ماي فانز يعيشوا معي هذه اللحظات الحلوه في حياتي. فعم شيرنا صور وفيديو فيه المومنتس الحلوين تبع العرس. لكن اظن انه يعني نركزوا في الشغل والعمل. لا، وغيتا هي يعني انا ما فرضت عليها شيء وعمري ما فرضت عليها شيء، ولكن هي لا تحب تكون تحت الاضواء ابدا نهائيا. اذا بفهم منك الان عبر صدى الملعب انه خلص ما عاد في صور مشتركه. لا، هالليله كنا معزومين مثلا، جينا عندك للدار انا وغيتا وتصورنا. اطرشكم صور. اطرشكم صور. ما غاديش نقول لك لا ما تصور. بس انت يعني كسعد مش حتنزل بوستات انت وياه؟ هلا مش فور ايفر، ممكن في لاب فالنتاين. لو هي مزاج. ما كنت هلا طلعتها بالبرنامج يا ابن الحلال. والله يا ابو كرم، اتس هير اند مي، اتس نوت اونلي مي ناو. اتس نوت اونلي يو. نو. طيب لما اخذت قرار الزواج، اكيد كل انسان بيفكر اني انا حادخل من مرحله الى مرحله. yes. عزوبي شكل ومتزوج شكل، طلعات سهرات رفقات، اخذك رضوان انت وابو زيد رايحين وسيمو. ما عاد في رضوان اخذتهم هيك. ليش رضوان مسكين كيناس في 9 الليل 9 الليل بينام رضوان. لا لا بالعكس، لا ما في، الحمد لله. يعني مهتم بشغلي اكثر شيء. مهتم بالاستوديو، بفضل يعني حياتي اللي بستمتع بها يعني هي في الرياضه وشغلي. وفي الكونسرت، لما يكون عندي كونسرت بكون اسعد انسان. ستريسد، في ستريس، بس بكون سعيد جدا. بشتغل مشغول مثلك ابو كرم، مثلك اكزاكتلي. لما تقدمت لها كيف قدمت لها؟ يعني مثلا قلت لها راح اتزوج ولا راح اعرض عليك ولا شو؟ هيك هات لشوف. نزلت هات اعتبرني هات لشوف. لا ما فينا. ما شو؟ تفضل. طب شو قلت؟ قول لي شو قلت. ما فينا نعتبر. لا طب قل لي. ما مش راكبه. طبعا ربي يعينكم على الحلقة انه انا وياه اخذين. بس يعني قلت لها هل تقبلين بي؟ ايوه. شو الاكزاكت وورد؟ لا بالله عليك ابو كرم، هذا كلاسيك. هذا احنا عملنا شيء جديد. هاتوا شو عمل؟ ما عمل شيء. قلت لها بدي اتزوج، قالت لي اوكي، قلت لها يلا. بسم الله صافي ذاتس ات. وفرحوا الوالدين، ووالديها فرحوا، ووالديها كيحبوني وانا كنحبهم، كنبدلهم نفس الحب. والوالد والوالده يحبوا غيتا بزاف من زمان. وعشره عمر صافي يعني غيتا. طيب قلت لك انا بحبك. يس. بس بحب شغلي اكثر. يس. نعم ام لا؟ هل انت سعيد؟
نعم. هل كنت بحالة حب لما طلعت معي أول مرة؟ نعم. ما خبرتني. عبشو. هل بتخاف من بكرة؟ نعم. هل ممكن بيوم الآن وأنت متزوج تترك الفن كرمال العيلة؟ نو no. بس هذيك اليوم قلت لي نعم. شو عاد عيد ممكن؟ قلت لي المرة الماضية من 10 سنين ممكن. كنت أقول لك لا، هلأ قلت لك مستكن إيه؟ مستكن عيد خير عيد خير عيدوا له اللقطة يا جماعة. عيد عيد أبو قرار. هل ممكن بيوم تترك الفن كرمال العيلة؟ يس يس أوف كورس. أيوة غيرت طبعاً 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 لما فهمت السؤال. أيوة غيتا ديليت غلط تقنية. أيوة. فيزا. طيب هل ندمت على ديو مع أحد؟ نهائيا نو no. هل تثق بالناس لدرجة مفرطة؟ هل لا نو no, مش لدرجة مفرطة. لسه بثق بالناس مش لدرجة مفرطة. قبل يس yes. ندمت؟ لا لا لا، كل درس أخذته في حياتي قواني. طيب هل في أغنية تمنيت تغنيها لواحد بعمرك شاب مثلك تقول يا ريت أنا غنيتها؟ في أغاني كتير. هات لشوف. لا لا صعب هذه شوي. هلا دندن بعدين لما أكون أنا وياك. بس أنا وياك. طلع تحت الهواء حيخبرني وخبرني. راح تصورني يعني وياك. طيب. وتحطها على الإنستغرام. هل أنت قلق حاليا؟ لا الحمد لله أحسن من قبل. أحسن من قبل. يس. هل تجامل من أجل عملك؟ Sometimes. هل طعنت من صديق في يوم؟ ما بتذكر، بنسى هيدول الأشياء، بنساهم فعلاً. أنا بنسى اللي طعني. هل ممكن تتعايش مع امرأة غيورة؟ نهائياً. إذن غيتا ليست غيورة. نهائياً. نيالك ليش المدام بتغير؟ لا لا المدام تعرف نيالك. طيب هل الأرقام بتهمك؟ عدد الفولوورز، عدد كم فيوز على اليوتيوب، هل بتهمك الأرقام؟ yes or no question بدون no. عد لك إياه السؤال لأنه بده شرح. ليش نو؟ شلون ليش نو؟ عملنا حملة طويلة عريضة مشان المليار. ليش نو؟ كيف ما بيهمك؟ لا لك. يعني ما إذا بدك شرح، أنت قلت لي يس أور نو. اشرح هات لشرح. اشرح أوكي. قبل 10 سنين أتعمل لي 10 طبعا المعلم ما صل 10 أشهر. لا سيريسلي يعني كان ممكن يعني يكون يس يس. هلا نو. هل تبكي؟ يس. متى آخر مرة؟ يوم اللي تقدمت. لا 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 لا. متى؟ بعد ما تقدمت لحالي. كنت لحالي هيك. ما عرفنا السبب. دخلت البيت. قفلت على حالي. شوية وقعدت. متى هذا صار؟ جديد؟ لا لا يعني هذا الشيء بيحصل كل شوي يعني. طيب. هل رصيدك بالبنك في 10 أصفار باليورو؟ ايش السؤال هذا؟ هذا سؤال مطروح. قول نعم ام لا. نيكست. ما في نيكست. يس ولا نو؟ 10 أصفار. ما عندي، ما بحب المات انا. نسال رضوان. طيب هل بتخاف من الاسئله على الهواء؟ شكلك حليوه. تخاف من الاسئله على الهواء؟ لما اكون قاعد معك لا. بامان. هل كان من احلامك تغني بافتتاح كاس العالم؟ طموحي. يا ونف. هل الشهرة حلوة؟ نعم. هل عندك خطة بديلة لو لا سمح الله تركت الفن؟ بلان بي. نعم. عندك؟ نعم. بدك أولاد؟ نعم. طيب هل تفضل أول ولد؟ الله طبعا الاثنين حلوين، يكون بنت ولا صبي؟ اللي جاب والله أعرف. بس أنت هيك من جوا شو؟ لا والله من جوا دائما كنقول اللي جت من عند الله فعلا يعني ما بفضل. لا طب لو إجا ولد شو حتسميه؟ بشير؟ ما عنديش فكرة الصراحة. مازال وانت بغيتي تعرف شي حوايج أنا ما عارفهمش. يا أخي سؤال على أنت أحكي. ممكن تكسر أشياء لو عصبت؟ إيه ممكن. هل أنت عنيد؟
عنيد في شغلي. يس. آخر سؤال بتعرفه، شو هل كذبت في أنت بتعرف الجواب؟ طيب يس يس كذب. في أسئلة لسعد؟ طيب يلا هلا احنا بنروح لفاصل.